بسم الله، اهلا بكم يا شباب. في الفيديو ده هكلمكم عن انفرتر شركة شنت. هنتكلم عن شركة شنت باور بصفة عامة، وهنبدأ نركز على الانفرترز من شركة شنت. لو حضرتك مش عارف الانفرترز او شركة شنت، كل اللي هتعمله هتكتب في السيرش، تمام، في جوجل تكتب كلمة شنت باور. خلاص كتبنا شنت باور، هعمل سيرش، هيبدأ يدخلني على شنت باور سيستم. شنت باور سيستم، طبعا في شنت باور سيستم هتبدأ تفتح الموقع اهو www.shintpowersystem.com. هتلاقي شركة شنت شركة ليها مدى كبير وباع عريض في الأجهزة والمعدات الكهربية بصفة عامة. هتبدأ عايز تشوف البرودكتس الخاصة بشركة شنت، تمام، الخاصة بالسولر. انا عايز ابدا اشوف هنا القائمه الرئيسيه، طبعا هم سي بي اس، تمام. ادي عندي البرودكت والسيرفيسز والريسورسز والكومباني، وبعد كده الكونتاكت. بدخل هنا على البرودكتس الخاصه بشركه شنت. انا عايز اختار الثري فيز سترينج انفرترز، تمام. دخلت فتحت معايا الثري فيز سترينج انفرترز، بيجيب لي كل الانفرترز المنتجه من شركه سي بي اس او شركه شنت. طبعا هنا الميزه الموقع سهل جدا وبسيط. ادي اليوتيليتي سترينج انفرتر، بيدي لك مثلا ادي الانفرتر 275 كيلو. انا كنت شرحت فيديو على الانفرتر ال 100 كيلو. فتعال نبدا نشوف شركه شنت بتوفر لي ايه على السايت بتاعهم. لو انا شفت ادي ال 100 كيلو او ال 125 كيلو وات، تمام، هندخل هنا بيقول لي فيو داتا شيت، هيوضح لك او هيدي لك الداتا شيت والمانيوال وكل التكنيكال داتا اللي هيحتاجها اي مهندس بيتعامل مع انفرتر شنت من داخل الموقع. لو انا ضغطت عليه هيبدا يجيب لي نوع الانفرتر، كوميرشال سترينج انفرتر، ده عباره عن انفرتر 100 كيلو او 125 كيلو. طبعا الفولت من ناحيه الدي سي، خلي بالك شرحناها في محاضره قبل كده، 1500 فولت دي سي، ده سترينج انفرتر، تمام. لو انا عايز ابدا اشوف حاجة مهمة جدا، ايه الفيتشرز او ايه الحاجات اللي مديهاني اعمل لها داونلود، اي مهندس فينا بيدور على ملفات الاو ان دي فايل. يبقى انا لو انا ببساطة كده دخلت على الموقع عايز اجيب الاو ان دي فايل اللي هو الخاص ببرنامج البي في سيست، يبقى انا هدخل على الانفرتر، هدخل على الانفرتر اللي هو 100 و125، هنزل تحت طبعا مديني اليوزر مانيوال، هبدا اداونلود اليوزر مانيوال، هداونلود كل الحاجات دي. بس خلينا نشوف، تمام، الاو ان دي فايل فور ال 100 كيلو. انا اول ما هضغط عليه كده، تمام، جاب لي اهو سي بي اس اس سي اتش، شرحنا عليه المحاضره اللي فاتت، 100 كيلو، تمام، تي ال، وبعد كده اداني الملف مضغوط. كل اللي هعمله هقول له سيف، هينزل عندي الملف زي ما قلنا امتداد الملف او ان دي، يبقى ده الملف اللي انت هتبدا تحمله داخل برنامج البي في سيست. واخد بالك، ادي اسم الانفرتر، تمام. خلي بالك ده نزل في مارس 2021 دوت او ان دي، يبقى كل الناس مركزه معايا. انا عشان احمل اي ملفات او ان دي اللي هي الملفات اللي بتوصف الانفرتر بتاع شركه شنت داخل برنامج البي في سيست، ممكن يكون انفرتر مش موجود داخل البرنامج، اعمل ايه عشان اضيفه؟ هدخل على موقع شنت باور، وهختار من موقع شنت باور الانفرتر بتاعي. يعني مثلا هختار انفرتر 125 كيلو وات، هروح ضاغط عليه، هيديني ان انا اعمل داونلود للملف بالتفصيل. هضغط اوكي، هروح للداونلودز عندي، هروح الاقي بدا اداني ملف مضغوط. طبعا الملف ده، تمام، هيبقى هو ملف استريك او ملف باسم الملف نفسه اللي نازل دوت او ان دي. لو احنا فتحنا اهو يبقى في عند ال 125 ده اهو، تمام، برضو نازل في مارس 2021 دوت او ان دي. يبقى الملفات الخاصه بالانفرترز بصفه عامه اللي موجوده داخل برنامج البي في سيست دوت او ان دي، معلومه بسيطه جدا وسهله جدا. طيب انا والله يا باشمهندس انا عايز اعرف اليوزر مانيوال، تمام، هو مدي لك اهو سي بي اس 100 او ال 125 ليهم نفس اليوزر مانوال، ضغطت عليه هيبدا هنا، خلي بالك بيحمل اهو، بيحمل، موضوع بسيط جدا، اداني كل التفاصيل اللي ان شاء الله هشرحها في فيديوهات جايه، تمام، بالتفصيل خاصه بالانفرتر بتاعي سي بي اس اس سي اتش سيريس جريد تاي بي في انفرتر 100 كيلو وال 125 كيلو
تمام، هيبدأ يديني تفاصيل الانفرتر زي ما انت شايف كده، التوصيل والسيفت بتاعه، التفاصيل بتاعت التركيب، الكومبوننت بتركب ازاي تفصيليا كل حتة. شركة شنت بصراحة عاملة يوزر مانيوال تفصيلي لكل حاجة داخل. بص هنا التيبلز دي فيها كل كومبوننت بالفيجر بتاعها، يعني الايتم اسمه ايه وشكله والكوانتيتي موجود ازاي، تمام، ولو في عندي نوتس على الكومبوننت اللي انا بشتغل عليها، تمام. بيقول لي والله اوصله ازاي واثبته ازاي، بيديني الاليفيشن والسايد فيو، بيديني التوب فيو بتاع الانفرتر اثبت ازاي يا شباب، تمام، الانفرتر ازاي اعمل بروتكشن او حمايه، ادي الانفرتر راك والفريم والماونتنج دايمنشنز، حتى التركيب بالابعاد بكل شيء شركه شنت بتدي لك ماونتنج ديتيلز، تمام، خاصه بعمليات التركيب تفصيليه بتريحك كتير جدا وانت بتثبت الانفرتر في اي مكان سواء كان داخلي او خارجي. بعد كده بيدي لك الانتيريور، تمام، الانتيريور واير بوكس، التوصيلات الداخليه عشان محدش يبقى له اي حجه، كل حاجه موجوده داخل الانفرتر شركه شينت بتديها لك، تمام، بالتفصيل، كل نقطه، كل سلكه، كل دايره كهربيه بتديها لك، حتى الاطراف، ادي التيرمينال والكونكتور بتاعها بيبقى شكله ازاي. بعد كده بيدي لك السنترلايزد واير بوكس اللي انت هتبدا تركب عليه بالتفصيل، تمام، كل التفاصيل اللي انت ممكن تحتاجها ان شاء الله تعالى شركه شنت، والربط والكونفيجوريشن بتاع الانفرتر وازاي اربطه بالانترنت، وازاي اعمل برمجه للانفرتر، ازاي اعمل انستوليشن، ازاي اعمل اوبريشن اند مينتنانس سيرفيسز، ده كله شركه شنت بتوفره لك، تمام، داخل الانفرتر بالتفصيل، تمام، وازاي اربطه بالموبايل، وازاي اعمل الريجستر بتاعي بالتفصيل. طبعا انا بشرح بسرعه، تمام، بس احنا هناخد الديتيلز دي خاصه بشركه شنت بالتفصيل كل انفرتر. بعد كده بيدي لك الليد فولت اند ترابل شوتينج، ودي حاجه مهمه جدا تتميز بيها شركه شنت، ان هو بيدي لك اللمبه هنا الباور مثلا في عندي، تمام، وركينج باور لايت، يبقى هي لو شغاله لونها اخضر يبقى خلاص والله ده طبيعي، لو شغاله مش عارف لونها احمر بتعمل فلاشنج، يبقى كل حته بيدي لك عليها الفولت، تمام، شت داون اند ترابل شوتينج عشان تقدر انت تشخص العطل بنفسك، فبالتالي هو بيعمل لك فولت دايجنوزيس تقدر يساعدك في ان انت تشخص اعطال شركه شنت ان شاء الله ما يكونش فيها اي اعطال. بيدي لك الصيانه البرودكت مينتنانس الوقائيه للانفرتر، حتى المروحه اللي بتبقى موجوده او المراوح اللي بتعمل عمليه تهويه بيدي لك فكره عنها وازاي بيتعمل لها صيانه دوريه بالتفصيل، تمام، وبيدي لك بعد كده وارنتي تقدر تضمن بيها المنتج، موجوده كل الداتا دي على الموقع بتاع شركه شنت. فانت لو شفت هنا ده اليوزر مانيوال، لو انت عايز تحمل الداتا شيت هتدخل ببساطه جدا كل الملفات، رابط تحميل مباشر يا شباب، رابط تحميل مباشر، تمام، تقدر تحمل منه اهو زي ما انت شايف قدامك. انا هنا برضو في الانفرتر ال 100 وال 125 سترينج انفرتر، تمام، بيديني الداتا شيت الخاصه بالانفرتر بالتفصيل، وازاي اوصل الانفرتر، وازاي اخد السبيكس بتاعت الانفرتر اللي ان شاء الله هتكلم عنها تفصيليا من ناحيه الدي سي انبوت، من ناحيه الاي سي اوتبوت، تمام، من ناحيه السيستم، تمام، اللي هو زي ما قلنا ترانسفورمر ليس مثلا، الانفايرومنت اللي بيركب فيها، الديسبلاي والكوميونيكيشن موضوع مهم جدا، الميكانيكال، تمام، الوزن بتاعه، الماونتنج. بصراحه شركه شنت عامله لك، تمام، تفصيل بسيط ورائع جدا عن كل شيء ممكن تحتاجه، تمام، عن الانفرتر بتاعك. انا كان عندي مهم جدا انزل ملفات الاو ان دي عشان ابدا اضيف الانفرتر شنت، وانصح كل الناس ان هي تبدا تضيف انفرتر شنت، تمام، داخل البي في سيست، وبيبدا يتكلم معاه، تمام، ويبدا يدرس الانفرتر ويتعامل معاه. وهنا كمان بدي لك البي في سيست او ان دي فايل فيريفيكيشن ريبورت، شكل الريبورت اللي بيطلع عندي، تمام، من برنامج البي في سيست، تمام، ده كله موجود على موقع الشركه، مش لسه انت تتصل بالشركه ويدوا لك ملفات الاو ان دي والكلام ده، لا، شركه شنت، تمام، ميدالك كل الاحتمالات الخاصه بالانفرتر او اللي انت محتاجه عشان تتعامل مع البرامج بالتفصيل، تمام، اللي بياكد لك كمان الاداء والورنتي، مش هتتصل بيه تقول له والله اديني شهادات السيرتيفيكيت بتاعت الضمان، اديني شهادات، كل الكلام ده
موجود على الموقع بالتفصيل. وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنبدأ ندخل في تفاصيل الانفرتر ال 100 كيلو كانجينيرنج، نبدأ ندخل جوه الانفرتر، نبدأ نشوف الناحية الدي سي فيها ايه والناحية الاي سي فيها ايه وايه التفاصيل دي كلها في سلسلة الفيديوهات اللي جاية. انتظروني في فيديوهات كتيرة جدا عن شنت ان شاء الله بالتفصيل. السلام عليكم.